مساء الخير جميعا، واهلا بيكم في هذه التغطية الخاصة اللي بتعملها قناة المحور النهاردة بمناسبة مرور 15 سنة على تأسيس القناة وخروجها الى المشاهد، مشاهدي التلفزيون في مصر والعالم العربي، بمفهوم القناة المصرية الخالصة، القناة اللي بتعمل على أجندة وطنية خالصة، القناة اللي بتتبنى الفكر المتوازن والموضوعي، واللي بتعلي شأن المهنية وشأن العمل بمواثيق الشرف الإعلامية ومعايير العمل المهني في الإعلام التلفزيوني. طبعا يعني ارتباطي بقناة المحور كان من 2006، ويعني تعاقدت على تقديم برنامج 90 دقيقة وعملت الحلقة الأولى منه والحمد لله، وكان معايا في هذا الوقت الزميلة الإعلامية مي الشربيني، وكان معانا فريق إعداد من أكفأ الصحفيين والإعلاميين التلفزيونيين في الصحافة المصرية، وطبعا كان ورانا دعم كبير من إدارة القناة ورئيس مجلس إدارة القناة الدكتور حسن راتب. والحقيقة عايز أقول إنها تجربة غنية جدا جدا وتجربة ثرية بكل المقاييس. ليه؟ لأن 90 دقيقة أسس هو وبعض البرامج الأخرى اللي كانت موجودة في المشهد الإعلامي في هذا الوقت، بتكلم على 2006، أسس لثقافة التوك شو في الإعلام المصري. المشاهد المصري بدل ما بيروح يدور على قنوات جاية من الخارج، أو بدل ما يروح يدور على قنوات ربما تكون قنوات رسمية لا تعني بشكل أساسي بهمومه وقضاياه وبالواقع اللي بيعيشه، ممكن تكون بتركز أكتر على الأخبار الرسمية أو شيء من هذا القبيل، أصبح للمرة الأولى وجها لوجه مع برنامج بيتناول حياته وبيتناول مشاكله وبيتناول همومه وبيتناول تقديمه للرأي العام وهمزة الوصل ما بينه وما بين الجهاز التنفيذي المتمثل مثلا في وزير أو في حكومة أو في رئيس وزراء، أو في أحيان كتيرة كان بيبقى مع حتى مؤسسة الرئاسة في بلدنا. قبل انطلاق 90 دقيقة الحقيقة كان السؤال اللي بيلح يعني عليا دايما، عشان تقدم برنامج يوصل للمشاهد يا ترى تعمل ايه؟ الإجابة كانت سهلة جدا، تقديم برنامج بيعبر عن هذا المشاهد، وده كان التحدي اللي انطلق منه برنامج 90 دقيقة من أول يوم، وده كان تحديدا في 15 أغسطس في سنة 2006. 90 دقيقة قرر انه يقدم للمشاهد المصري نفسه، مش بس المسؤولين ونجوم المجتمع. التقرير التالي تعالوا كده نستعرض مع بعض بدايات 90 دقيقة وازاي غير شكل البرنامج التقليدي ووصل للمشاهد بإعلام قريب من هذا المشاهد، زي ما قلنا قريب من الأسرة المصرية، قريب من العادات والتقاليد والقضايا والهموم. تعالوا مع بعض نفتكر بدايات برنامج 90 دقيقة. النهاردة 15 أغسطس 2006، لحظات بتفصلنا عن حدث مهم. اهلا بيكم في اول حلقات البرنامج الجديد 90 دقيقة من قناة المحور، وبرحب بزميلتي مي شربيني. وانا برحب بيك يا معتز. برنامج اراد ان يقدم اعلام مصري بمعايير دولية. معانا في الاستوديو تيم سيباستين، حصل على جوائز متعددة كأفضل حوار. It's to find a question that is relevant to what the people want. نجح 90 دقيقة في الخروج بالمشاهد المصري من نمطية الضيوف وقدم نماذج إنسانية حقيقية. ما أنا أهلي كانوا فقراء وطلعت فقير، وأهلي تطلع فقراء زي ابن الفقير ما يطلعش لوه. نفسي حد يجي يخطفنا كده يقعدني في عمارة في شقة. جابر اللي تاه عن أسرته من 26 سنة وبعد ظهوره في 90 دقيقة رجع لهم تاني. طب مش هتقولي تخديه في حضنك ولا حاجة قبل ما تسيبيه؟
تعالى يا سيدي تعالى. 90 دقيقة أصبح البرنامج الأقرب للمشاهد والأقدر على كشف الحقيقة، حتى لو كان أبطالها بيزعموا إنهم فتيات ليل. هما ثلاث فتيات بيحكوا قصتهم إن هما راحوا في الحلقة المخصصة لفتيات الليل على قناة روتانا مع دكتورة هالة سرحان الإعلامية الكبيرة، لكن بيحكوا قصة إن هما مش فتيات ليل، ولكن طلب منهم ان هم يمثلوا دور فتيات الليل. ازاي ازاي يعني مش عارفه اقول ايه مش عارفه اقول ايه. لما بنتي راحت تسقف افوجئ ان هي على الشاشه بتعرض مكتوب فتيات ليل. احنا هنعرض الموضوع زي ما هو ونترك الراي دي كانت بدايات 90 دقيقه لما انطلق هذا البرنامج كيعني أول برامج أو من أوائل برامج التوك شو، البرامج الحوارية المسائية على شاشات الفضائيات المصرية، وده كان في أغسطس 2006. مرحلة التألق ووصول 90 دقيقة للمربع الأول بين البرامج بعد ما طبعا يعني وصل للمشاهد وكسب يعني احترام وتقدير المشاهد. التحدي بالمناسبة ما بينتهيش، لا ده بيبدأ بعد النجاح، لأن بيكون عليك مسؤولية يعني أكبر بكتير قدام مشاهد وقدام ضميرك الإعلامي وضميرك المهني. الناس بتصدق، يبقى لازم أكون موضوعي جدا، ما ينفعش أخدع جمهور قاعد قدامي. لما بقدم له حاجة لازم تكون حاجة متوازنة، حاجة محترمة، وحاجة ليها مصداقية وبتعبر عنه، وده شيء صعب جدا، وخصوصا في فترة يعني كانت مصر فيها يعني مليئة بالأحداث وكان في مساحة كبيرة للإعلام. والحمد لله يعني الحقيقة يعني قدر برنامج 90 دقيقة، طبعا شهادتي مجروحة في برنامج 90 دقيقة لأني يعني جزء من تاريخ هذا البرنامج الحمد لله، وأنا بفخر بهذا وبتشرف بالعمل في البرنامج وفي قناة المحور. ده كان مسألة يعني من الصعوبة بمكان. على حبل المهنية مشى 90 دقيقة بثبات، فما كانش غريب طبعا ان المستشار مرتضى منصور يخرج من السجن في قضية إهانة مجلس الدولة الى استوديو 90 دقيقة مباشرة. اذا اقسم السيد المستشار السيد نوفل على كتاب الله تليفونيا، حتى بالتليفون يعمل لنا مداخلة، ان في يوم 19/3 اهنته او اهنت موظف عنده او سكرتيره او فراشه او في مجلس الدوله، انا بحترمه لان ده جزء من بيتي، جزء من كياني، ابدا العقوبه من اول وجديد. انت عارف صعوبه الموقف اللي انا فيه دلوقتي وانت بتقولي الكلام ده ايه؟ ان انا لازم اخد موقف سيد نوفل بس مش قادر. يا ريت. عارف ليه؟ لان ابسط ابجديه الاعلام ان احنا لا نعلق على احكام القضاء. انفرادات 90 دقيقه توالت وظهر فيه النجوم بطله مختلفه عن اي ظهور اخر. هو نور الشريف في حزب ايه؟ مش في حزب. انت حكومه ولا معارضه؟ انا المعارضه الواعيه. المعارضه الواعيه؟ الفن هو المعارضه الواعيه. ازاي؟ الفنان حزب مستقل، حزب يعني انسان ماسك قلم وبيتحرك على رجليه، باحث دائم عن الحقيقه، ناقد دائم لسلبيات الحياه. بعض نواب الإخوان في مجلس الشعب بيطالبوا بتقديم اعتذار رسمي من قبل سيادة الوزير، أو حتى البعض بيطالب بتقديم الاستقالة بسبب تصريحات زي دي. قلت والله أنا رأيي في الحجاب إن أنا مفضلش إن السيدات تلبس الحجاب. هذا الجيل حقق الكثير للكرة المصرية والعربية، فاز ببطولتين، أهم بطولتين في القارة الأفريقية 2006 و2008، ثم قهر إيطاليا أبطال العالم 2006 أبطال كأس العالم، ثم أحرج البرازيل أمام العالم. يعني كل هذا جيل قدم كل شيء، أحلى ختام لهم أن يكونوا في المونديال. من هذا المنطق أتمنى هذا الجيل أن يكون هو في كأس العالم، مع الاحترام والتقدير لكل حبايبنا في الجزائر. ايه الحاله اللي بتشعر بيها؟ لان انا عندي حاله مماثله. عايز اقول لك على حاجه والله، انا يمكن احنا بعد ما خرجنا من الماتش وصلنا، انا في ست قابلتني قالت لي انتوا الحمد لله ان انتوا ما كسبتوش. تخيل، الحمد لله ان انتوا ما كسبتوش.
لو كنتوا كسبتوا النهارده احنا كنا هنموت. وزي ما تخطى 90 دقيقة حدود التقاليد الإعلامية القديمة، تخطى أيضا حدود المكان. مساء الخير جميعا وأهلا بيكم في 90 دقيقة. منين؟ من تونس الخضراء النهاردة. يعني أنت كمعارض تونسي، هل تمارس التعددية بالشكل اللي يرضيك، ولا لسه شايف أن في طلبات وتحديات كثيرة تانية؟ لا، أولا نحن كمعارضة وطنية طبعا نقوم بدورنا كما ينبغي أن نقوم به بدون أي إحراج تماما. لست راضيا عن انتماء المشاهد العربي لمان يونايتد والأرسنال واليوفنتوس والإنتر ميلان وكريستيانو رونالدو؟ ليه؟ ساركوزي ما يعطيكش الفيزا، وميركل لن تديك الشنغن، وبرلسكوني لن يعتبرك إيطالي. المحور 15 عاما تاريخ، مهنية، موضوعية،